الراديو 90 هواها مصر. كان يا مكان يا مكان يا مكان يا مكان. في يوم من الأيام ذهب رجل إلى أحد المطاعم ليتناول وجبة الغداء، فجلس الرجل على الطاولة وطلب وجبة الغداء وبدأ يقرأ الجريدة في انتظار تحضير الوجبة. اقترب منه صاحب المطعم وبدأ يتكلم معه ودار بينهما نقاش عن وجود الله، حيث قال صاحب المطعم: أنا أؤمن بأن الله غير موجود ولا وجود للإله. تعجب الزبون كثيرا من كلام صاحب المطعم وسأله: لماذا تقول هذا؟ فرد عليه الرجل صاحب المطعم ببساطة: انظر من النافذة وستجد آلاف المشردين الذين لا يجدون لهم مأوى ولا ملجأ، وسوف تجد آلاف المرضى الذين لا يجدون دواء لمرضهم، وسوف تقابل العديد من الأشخاص الذين يعانون من الضغط ومن المشاكل والألم والاكتئاب وغير ذلك من المتاعب وأوجاع الحياة. إن كان الله رحيم فكيف يسمح بحدوث هذا؟ صمت الرجل الزبون قليلا ولم يجد إجابة، وجاءت الوجبة فتناولها وهو صامت تماما، وبعد أن انتهى من تناولها خرج وهو حزين لأنه وجد أن صاحب المطعم قد انتصر في الحديث عليه وأنه قال أن الله غير موجود، ولكن كان بداخله الإيمان الذي يحارب فكرة عدم وجود الإله. خرج الرجل من المطعم، لفت انتظاره منظر عادي ربما تجده أو أجده، كان منظر لرجل متشرد يجلس على أطراف الطريق ويشكو من الجوع الشديد. فعاد الزبون مسرعا بعد أن ابتسم إلى صاحب المطعم وقال له: لقد علمت شيئا ويجب علي أن أخبرك إياه. فقال صاحب المطعم: ماذا؟ فقال: لا يوجد مطاعم في هذا العالم نهائي. ابتسم صاحب المطعم في سخرية وقال: كيف تقول هذا؟ فأين تناولت وجبتك منذ قليل؟ فابتسم الرجل وقال: إن كان هذا مطعم فلماذا إذن يوجد هذا الرجل الجائع على طرف الطريق؟ فقال صاحب المطعم: المطاعم موجودة في كل شوارع المدينة، ولكن هذا الرجل هو الذي لا يأتي كي نعطيه الطعام. فقال الزبون فورا: هذا بالضبط هو حالنا مع الله سبحانه وتعالى، فالناس يحتاجون إلى الله باستمرار، ولكنهم لا يذهبون إليه وقت الحاجة، حتى وإن ذهبوا لا يختارون ولا يجدون الطريق الصح للوصول لله، وكأنهم يبحثون عن الطرق الصعبة الوعرة، والله سبحانه وتعالى موجود أناء الليل وأطراف النهار يسأل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل ليستجيب لكل دعائنا ويغفر لنا كل ذنوبنا، فهل استغفرت في الليل وقلت أستغفرك اللهم وأتوب إليك؟ هل دعوت في الليل وفي بطن الليل وفي كل هذا الصمت والسكون وكنت أنت مختلفا وتحدثت إلى الله؟ فإنه بانتظارك. الناس يحتاجون إلى الله ولكنهم لا يذهبون إليه، ولهذا ترى في كل العالم تلك المعاناة باستمرار. إذا احتجت فلن تلجأ إلا إلى الله، فالجأ إليه في وقت السعادة وفي وقت الألم، في وقت المعاناة وفي وقت الشدة، في وقت أن تظلم وفي وقت أن تظلم، لأنه هو الله الذي لا يلجأ إلى مخلوق سواه، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق. كان يا مكان يا مكان يا مكان يا مكان. كان شابا عاديا لا يلفت الانتباه بشكل خاص، وكان يراها كل يوم من مكتبه وهي تذهب وتعود، تبعها عدة مرات يريد التعرف عليها، لكن خجله كان يمنعه من أن يتحدث إليها. أعجب بأخلاقها
فسأل عنها وعن أهلها، وسرعان ما تقدم لخطبتها من والديها، وطار قلبه من الفرح والسرور عند القبول. دعاها ذات مرة إلى فنجان قهوة، وجلس يشربان القهوة على طاولة مقهى في مكان منعزل يطل على مشهد جميل. كان مضطربا، لم يستطع الحديث بحرية، وشعرت هي بدورها بذلك وبنفس الاضطراب. كانت رقيقة لطيفة، لم تسأله عن سبب اضطرابه كي لا تحرجه. صارت تبتسم له كلما وقعت عين أحدهما على الآخر، وإذا به يشير إلى العامل بالمطعم وقال: أريد بعض الملح للقهوة. نظرت إليه وعلى وجهها ابتسامة مليئة بالاستغراب، وأحمر وجهه خجلا. تناول الملح من النادل المندهش هو الآخر، ووضع بعض الملح في القهوة وشربها على مهل وهو يتظاهر بالاستمتاع بالقهوة. لم تستطع الانتظار وسألته: لم أسمع من قبل عن الملح مع القهوة. فرد عليها وقال: كنت أعيش بالقرب من البحر حينما كنت فتى صغيرا، وكنت أحب البحر وملوحته، ولذلك فأحب القهوة المالحة، وحينما أشرب القهوة المالحة أتذكر طفولتي وأتذكر رائحة البحر، وأشتاق لأبواي اللذين علماني وربياني وتحملا لأجلي الكثير، وأدعو لهما في كل وقت وفي كل حين، وأنا أستمد قوتي من ذكرياتي. وامتلأت عيناه بالدموع وتأثر كثيرا بذكرى والديه، وكان هذا بالفعل شعوره من صميم قلبه. وتأثرت هي بحديثه ووفائه لوالديه، حمدت الله أنه جعل نصيبها مثل هذا الشاب رقيق القلب، فلا طالما ادعت دوما أن يرزقها الله بمثل ذلك الرجل في صلاتها وفي سجودها، وأن يجعل حياتهما أفضل معا بإذن الله. وكانت تدعو الله دوما أن لا يكن هناك في الحياة هما ولا نكدا. كان الزوج ذكيا طيب القلب، حنونا واعيا، يمتلئ قلبه بحب الخير. كانت تشتاق إليه بعد الزواج كلما خرج من باب البيت وهو يودعها، وكانت تأتي بالقهوة المالحة كي تتذوقها لكي تكون مثله، فإذا بها أصبحت مدمنة لها. ولكن يأتي العمر وينتهي، توفي الزوج بعد 40 عاما من الزواج، وأنجب 6 أطفال. مات الحبيب وترك العش الذي كان دافئ، ترك المهندس وترك الطبيب وترك المحامي وترك الطبيبة، وفي الحين أن 6 تكمل المشوار الدراسي، مات هذا الرجل العظيم بعد حياة من الحب. وإذا بها تجد في مكتبه رسالة مكتوب فيها: زوجتي الحبيبة، أرجو أن تسامحينني، فلقد كذبت عليك مرة واحدة، وكانت بشأن القهوة المالحة. أنا أعلم أنك تتناولينها من بعدي، ولكن أتذكرين أول لقاء لنا في المقهى؟ كنت وقتها مضطربا جدا، وأردت طلب السكر لقهوتي، ولكن دون أن أنتبه قلت أريد ملحا بدلا من السكر، وخجلت من أن أتراجع عن كلامي أمامك في لقائنا الأول، فاستمررت وقتها في الدعاء في الادعاء أنني أحب القهوة المالحة. أردت أن أخبرك بالحقيقة ولكني لم أستطع، خفت أن تظني أنني ماهر في الكذب فتكرهينني. حينما تجد هذه الرسالة سأكون قد ذهبت، أنا لا أحب القهوة المالحة، طعمها غريب، ولكنني شربتها معك طوال حياتي كي لا تقولي عني كاذب، فأردت أن أقنع نفسي وأكون من محبي القهوة المالحة كي أكون صادقا معك يا زوجتي. فصدق الزوج لزوجته هو سمة من سمات الرجولة ومن سمات القبول، فاللهم أني أدعوه ليلا ونهارا أن أكون خير عونا لك وخير زوجا لك وخير رفيقا صادقا لك، زوجك الحبيب. الحياة جميلة، جميلة جدا،
عندما تمتلك أشخاص لا يحتاجون أن تبرر لهم كل ما يبدر منك لكي يفهموك ويحبونك على ما أنت عليه. الحياة جميلة لأن هناك من يحبك على حالك، بأخطائك، بهفواتك، بأفعالك الطيبة وبأفعالك الغير طيبة، يقفون بجوارك حتى تنتهي منها. يجب عليك ألا تجهد نفسك بالتوضيح، لأن بعض البشر لا يصغي أصلا إلا لما يريد أن يستمع إليه. الأنانية ليست أن يعيش الإنسان كما يهوى، ولكن أن يطالب الآخرين أن يعيشوا كما هو يهوى. السعادة ليست حلما، والسعادة ليست وهما، بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله وصبر بغير استعجال، وثقة دائما بأن اليد الممتدة إلى الله لا يمكن أبدا أن تعود إليك فارغة. لا تركن سعادتك أبدا على باب أحد. هناك 7 سماوات تتسع لك ولأمنياتك ولدعواتك. هناك قلوب لا تعرف أن تكره مهما ظلمت، وهناك قلوب لا تعرف أن تحب مهما فعلت من أجلها، وهناك قلوب إذا أسأت إليها أغلقت بلا رجعة. احذر أن يستولي عليك الإحباط فتصبح صفرا في الحياة، لا وزن لك ولا قيمة. اصبر، قاوم، تحمل. العثرة التي تسقطك أحيانا تنعشك أزمانا. عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد منهم، تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم. لا تهتم أبدا لما يقال عنك، فأنت تعرف من أنت، والله يعلم بنيتك وبحالك. ولا تقلل أبدا من قيمتك بتبرير أفعالك، فسر الفشل في الحياة هو محاولتك لإرضاء الجميع. لا تحاول أبدا أن ترضي الجميع، لا تحاول أبدا أن ترضي الجميع، فأنت ترضي الله ولست في حاجة إلى إرضاء خلق الله. أسامح لأرتاح، وأتناسى لأبتسم، وأصمت لأني لا أريد أن أجادل أحدا، وأتغاضى أحيانا لأن لا شيء يستحق، وأصبر دوما لأن ثقتي في الله ليس لها حدود. قبل أن تتكلم استمع، قبل أن تظلم فكر، قبل أن تفعل فكر، قبل أن تنتقد تمهل، قبل أن تدعو وتتحدث ويصير الكلام على لسانك هنا وهناك فكر، قبل أن تستسلم لشيطانك فكر واستغفر، قبل أن تظلم أحدا فكر واستغفر، قبل أن تتكلم وتنتقد وتطلق سهام لسانك على كل هذا وذاك فكر فكر فكر. فبعد تفكيرك ستقول في يوم من الأيام، إذا لم تفكر، يا ليتني فكرت، يا ليتني استغفرت، يا ليتني استمعت. شكرا لحسن المتابعة.